يوجد نوع من الأعشاب يسمى بالعشب المقدس في ولاية غاري بالتبت، وبفضله تمكن بعض الرعاة من التخلص من الفقر وبلغوا مجتمع الحياة الرغيدة. فأي نوع من الأعشاب هذا؟ وكيف غير ملامح ولاية غاري؟ مرحبا بكم في العشب المقدس من نافذة على الصين. هذه جبال الهيمالايا في محافظة غار بولاية غاري بالتبت، وهذا جبل كايلاش، وتوجد بينهما روضة خضراء. والآن يحصد الرعاة العشب. إنه نوع فريد من العشب يصعب أن نجد له أثرا في المناطق الأخرى بالتبت، ويسميه الرعاة بالعشب المقدس.这片草地叫这个高寒草甸草原，是个草地的类型是典型的高寒草甸草原。然后这个草甸仓呢有三四种品种，这个不同的品种都是禾本科牧草。这个一个是这个枣树禾，一个是苔草，还有一个是最典型的是这个松草。在我们阿里的话，这么恶劣的气候上，这样的草的面积不大。 رعي الياكي والماعز أسلوب إنتاج قديم لقومية التبت، وتتغذى الأبقار والأغنام على الحشيش المحلي رئيسياً. تقع غاري في جنوب غرب مراعي التبت، ويزيد متوسط ارتفاعها عن 4500 متر فوق سطح البحر. نقص الأكسجين وقلة الأمطار، فتنمو النباتات لفترة قصيرة، كما أن الغطاء النباتي قليل ومتناثر. في حين أن روضة الوادي الواقعة بين سلسلة جبال الهيمالايا وسلسلة جبال كايلاش تختلف النباتات فيها بوضوح عن تلك الموجودة في الكثافة والطول، إنه البرسيم الحجازي الذي جيء به من مقاطعة شنشي. البرسيم الحجازي نبات معمر موطنه الأصلي في الأناضول وإيران والقوقاز، تصلح زراعته في المناطق ذات المناخ القاري. إنه نبات ينتشر في مختلف أرجاء العالم، وقد استقر في شنشي منذ سنوات عديدة. بالنسبة للماشية فهو علف لذيذ يحتوي على قيمة غذائية عالية، وقد ضرب جذوره الآن في هضبة ولاية غاري. فلماذا تزرع في الولاية التي تنتشر فيها المراعي البرسيم الحجازي؟阿里地区呢，虽然是这个牧区，但它最缺的呢还是牧草。这是沙生榛毛，它营养价值的话相对来比较丰富。啊，像这种的话，像这种西藏耗草，它是不喜欢牛羊不喜欢采食。 啊，像这种的话，赖草的话，相对在牛羊反正就是它幼苗的时候，反正就是没长出来，这些时候长这么高的情况下，牛羊不太爱采食。但是它半截状的时候还是喜欢采食。我们现在所处这个位置的话，就是典型的高寒草原。那么高寒草原占我们整个阿里地区草原面积的75%。那么高寒草原，تقع غاري فوق هضبة تشينخاي التبت بالمنطقة جبال ووديان، تتسم بسمات المناخ الصحراوي. 250 ألف كيلومتر مربع من إجمالي مساحتها البالغة 340 ألف كيلومتر مربع هي مناطق صحراوية وشبه صحراوية مرتفعة عن البحر، تعاني الجفاف وقلة الأمطار، والغطاء النباتي قليل ومتناثر، وسعة تحمل المراعي منخفضة، وزراعة العشب منذ فترة طويلة أصبحت عائقاً أمام تطوير تربية الحيوانات الداجنة.
ولمواجهة ذلك طرحت لجنة الحزب في المنطقة منذ عام 2004 خطة تنموية شعارها تطوير صناعة العشب أولا. عام 2005 دعا وين جيانسون قائد حملة مساعدة التبت بمقاطعة سانسي ثم نائب لجنة الحزب في محافظة غار التقني المتخصص في الزراعة هان جيون مون من بلدته واختار قرية غار التابعة لبندر كونشا لتجربة زراعة العشب. في القرية 217 أسرة لا تختلف في شيء عن بقية الأماكن في ولاية غاري. يعيش الرعاة حياة البداوة ويرعون القطيع بالمراعي. يبلغ معدل دخل الفرد السنوي 2000 يوان صيني تقريبا. إنها قرية فقيرة نسبيا ويواجه البعض صعوبة في إعالة أسرهم. في البداية لم يكن هناك آلات زراعية فاستعملوا في ظل إرشادات التقني المتخصص المجرفة والمعول وغيرها. أما العمال فقاموا بتمهيد التربة وحفر قنوات المياه وبذر البذور وقاموا بتجربة زراعة أكثر من 20 نوعا من العشب. هذه المنطقة هي ولاية غاري التي تقع فوق سقف العالم. إنها واحدة من المناطق التي تنمو فيها النباتات لفترة قصيرة جدا. فكيف هي الأوضاع الحقيقية لزراعة العشب في منطقة كهذه؟ هذا النوع من التراب يشبه تماما رمال صحراء غوبي. رمال صحراء غوبي مثل القمع. عند زراعة مصدات الرياح من الأشجار في المدن والمراكز لابد من ريها بالماء باستمرار، لكن معدل بقائها منخفض جدا. فهل يمكن حقا زراعة العشب فوق رمال صحراء غوبي؟ في البداية كان المهم هو كيف يتغلب العشب على برودة الشتاء ويبقى حيا. سبق وجرب تنغاري زراعة أنواع كثيرة من العشب فكانت النتيجة أن العشب الذي عاش لسنوات عدة ذبل ومات كله في الشتاء. هذه المرة لجأ هان جيون وون لطريقة تغطية البراعم بالبلاستيك وتغلب على مشكلة البرد وقاوم العشب البرودة. بعد انتهاء الشتاء ورغم أن كل البراعم كانت تحت أغطية البلاستيك إلا أن مصير كل نوع اختلف كثيرا، وهكذا أصبح البرسيم الحجازي المعمر المنتصر الأخير.是这个阿里这个气候，啊，是内海，这是玉米，这是狗粮，我们住的四个月了，是跟就开始它就不适应这个阿里这些生长，十八周牧场里面，是黄麦子啊，还是长得最好，再就是这个这两种豌豆，是适应这个阿里这个气候。 من التجربة يتضح أن زراعة أصناف عديدة من الأعشاب في الحديقة النموذجية للزراعة المعاصرة وتربية الحيوانات أن معظم هذه الأصناف وحبوب المحاصيل لا تتكيف مع مناخ وبيئة غاري. فقط البرسيم الحجازي وأصناف قليلة من البازلاء هي من أبرزت ميزاتها في ذلك. إن زراعة العشب للرعاة في قرية غار تجربة جديدة، إلا أن موقفهم تجاه هذه التجربة فاجأ هان جيون وون بشدة، ومع ذلك كان لأهل القرية أسبابهم الخاصة.
这一片荒地嘛，连个这个自然草都长不好。这个刚开始这个他们是种这个扫地的时候呢，这个连我自己在农牧民就差不多就是有点不相信这个草能长得好，能有这么多好的那个价值。所以呢，他们就是农牧民也参加这个工作的话什么的，也不太愿意，也不相信这个草能种出来。إن لم يكونوا قد رأوا ذلك بأعينهم، فمن كان يصدق أن العشب سينمو في غوبي وأنه مزدهر وكثيف هكذا؟ ما يسعد المرء أن موقف الرعاة تغير 180 درجة بعد مرور 3 سنوات، وأصبحوا يرون البرسيم الحجازي على أنه عشب مقدس. الأهالي الذين يعيشون في أماكن مرتفعة عن سطح البحر فوق هضبة تشينغهاي التبت يشعرون وهم يسيرون أنهم يحملون عبئا يزيد عن 10 كيلوغرامات حتى ولو كانت أيديهم خالية. السبب نقص الأكسجين. زد على ذلك أن الرعاة المحليين يعيشون على الرعي منذ القدم، ووتيرة حياتهم بطيئة، قلة مارسوا الزراعة، ويصعب جدا لهم التكيف مع صعوبة الفلاحة. شعير الهضاب والشوفان وغيرها من المحاصيل التي تحتاج إلى البذر ورعاية الحقول. إن الأعمال الزراعية صعبة ومعقدة، وبالتالي يصعب عليهم تقبلها. أما البرسيم الحجازي فنبات معمر، وعلى مدار أكثر من 10 سنوات لا يحتاج إلا لرعاية الحقل والحصاد في الوقت الملائم وتخزين العلف، وهكذا وفر الكثير من الجهد. وهكذا أصبح الرعاة ينظرون إليه على أنه العشب المقدس. وبعد النجاح في زراعة العشب، طرحت الحكومة فورا استراتيجية تنموية جديدة تتمثل في تعميم زراعة العشب بقوة. 为了化解这个草畜矛盾呢，我们阿里地位行署实施提出了小草大菜园、小草大死路的这个发展战略，这个激励了隔壁黄台，也富了百姓口袋。 بعد النجاح في زراعة العشب وبالإضافة لدعم الحكومة ذلك في الوقت المناسب، بدأ أهالي قرية غار يزرعون البرسيم الحجازي في حقولهم. عام 2005 قاد هانز يون وون التقنيين الزراعيين وجرب زراعة العشب في غار، وعام 2008 أدرك الرعاة فوائد البرسيم الحجازي وبدأوا يتزاحمون على زراعته. 超市有牛的那些，所以为牛他自己为牛，没牛的那些，所以卖出去的话，还是这几年的话价格也还挺高的。最起码能够对我来说的话，有12亩，12亩的话最少有6000块钱的收入。 لم يربي نيما بين سو أبقارا حلابة، فزرع 8000 متر مربع بالبرسيم الحجازي، وهذه المساحة أقل مساحة تزرع به بين الرعاة في القرية. باي مالو سانغ أحد أهالي القرية زرع 2.6 هكتار بالبرسيم الحجازي ويربي في بيته 8 أبقار، يبلغ دخله السنوي من منتجات الألبان 100,000 يوانات. بعد الحصاد خزن البرسيم في سقيفة مخصصة، والآن يزرع كل الأهالي في القرية البرسيم الحجازي. أكبر مساحة تزرع 4 هكتارات، وأصبحت تربية الأبقار وسيلة جديدة يغتني بها الرعاة. خصصت ولاية غاري 42 مليون يوان صيني لبناء حديقة بندر كونشان العلمية والتقنية النموذجية للزراعة المعاصرة وتربية الحيوانات
وبناء قرية جعار الجديدة لتكون قرية أنموذجية لمجتمع الحياة الرغيدة الذي اغتنى بزراعة العشب في الولاية. في أوائل عام 2011 أنشأت القرية جمعية كاندعو التعاونية للمزارعين والرعاة، ويتم دفع أسلوب إدارة الجمعية التعاونية من خلال تداول أراضي أهالي القرية وشراء الأسهم وغيرها، فالرعاة هم أصحاب أسهم وعمال في نفس الوقت. زاد الإنتاج تدريجياً وزادت المدخرات ودخول الرعاة أيضاً. منذ تأسيس الجمعية يتم تقسيم الأرباح كل عام. العام الماضي زادت قيمة الأرباح التي تم توزيعها على أصحاب الأسهم بالجمعية عن 700 يوان صيني. وهكذا انتقل الرعاة لمساكن جديدة، واشترى معظمهم سيارات وعربات للنقل. إنه البرسيم الحجازي الذي يسمونه بالعشب المقدس الذي مكنهم من التخلص من الفقر. إن مغزى تعميم زراعة البرسيم الحجازي أبعد من ذلك بكثير. إن تكلفة الزراعة الاصطناعية للبرسيم الحجازي باهظة جدا. ارتفاع التكاليف يرجع بصورة رئيسة لافتقاد الرعاة للوعي بأهمية الحراسة الدقيقة خلال الزراعة ولسوء الإدارة. هذا تسبب بانخفاض الإنتاج، وأن البرسيم الحجازي المزروع في المناطق الداخلية يحصد 3 مرات في السنة، أما المناطق التي ترتفع عن سطح البحر 4000 متر فما فوق كولاية إنغاري فمرة واحدة، ويبلغ الإنتاج 450 كيلوغرام. هذا أفضل مقارنة بالمراعي الطبيعية في الولاية، حيث أن مساحة قدرها مئات بل آلاف الأمتار تكفي بالكاد لتربية خروف في السنة، والآن يكفي 666 مترا مربعا مزروع بالبرسيم لتربية خروف، و3333 مترا مربعا لتربية بقرة حلابة. أثرت زراعة البرسيم على العائد الاقتصادي والفائدة الإيكولوجية أيضا. أسهم البرسيم الحجازي في إثراء الرعاة كثيرا، وعاد بالنفع على تطوير تربية الحيوانات الداجنة. شهدت حياة الرعاة في القرية الجديدة تحولا نوعيا بعد 12 سنة من الزراعة الاصطناعية للبرسيم الحجازي. بلغت مساحة الأراضي المزروعة به العام الماضي 600 هكتار. إذن كيف سيكون وضع زراعة العشب هنا هذا العام؟ تجاوزت مساحة الأراضي التي زرعت بالبرسيم الحجازي هذا العام إجمالي الأراضي التي زرعت به خلال 12 عاما. استخدمت حديقة بندر كونشان العلمية والتقنية النموذجية أعدادا كبيرة من الآلات الزراعية وآلات زرع العشب. ارتفعت كفاءة العمل بمعدل كبير، وتجاوزت المساحة المزروعة بالبرسيم الحجازي وشعير الهضاب والسلجم الحقلية والشوفان
666 هكتارا تقريبا. كما رفع استخدام تقنية الري بالرش الحديثة معدل برعمة العشب. بعد استخدام الآلات في الزراعة ظهرت مشكلة جديدة. بسبب فقر التربة تكون البراعم ضعيفة، وعند زراعتها بالآلات لا تكون فتحة الغطاء البلاستيكي مستقيمة، ولذلك لا تتمكن من خرقها. ولذا يقوم العمال بعد خروج البراعم في بضعة عشرات آلاف هكتارات مزروعة في الوقت المناسب بفتح الأغطية البلاستيكية وإخراج البراعم. إن تم هذا مبكرا تحرقها الشمس، ولو تأخر تموت مختنقة. إن زراعة العشب في الولاية صعبة حقا. وبفضل نجاح الرعاة في زراعة العشب عاشوا حياة لم يكن لديهم الجرأة على تخيلها. لقد جلب العمل بجد ونشاط رزقا وفيرا، وأصبحت قريتهم أول قرية تتخلص من الفقر في ولاية غاري. نجحت القرية في زراعة العرقد الصيني الذي جلبته من حوض تسيدام بمقاطعة تينخاي. هكذا تغير رمال صحراء غوبي الآن ملامح قحلها السابقة، كما يعتني الرعاة تدريجيا خلال عملية تخضيرها. وهكذا أصبح أهالي القرى الأخرى في ولاية غاري ينظرون إليهم بعين الغبطة. منحت زراعة العشب قرية غآرا الجديدة تجربة ثمينة. فما هي خطة ولاية غاري المستقبلية؟ إن زراعة مساحة بقدر 10,666 هكتارا بالعشب من إجمالي مساحة غاري التي تزيد على 300 ألف كيلومتر مربع هو شيء لا يذكر، لكن له آثارا إيجابية جدا على تطوير تنمية الحيوانات الداجنة التي يمكن أن تزيد بأعداد تتراوح ما بين 40 ألفا إلى 50 ألف رأس ماشية. وبذلك يخف الضغط على المراعي ويسترد النظام الإيكولوجي عافيته. غاري التي تقع على الحدود الجنوبية الغربية للصين تتميز بموقعها الجغرافي البعيد وطرق المواصلات الطويلة، وتكلفة إمدادها بالسلع والمواد من مناطق خارجها باهظة جدا، الأمر الذي جعل الرعاة الفقراء يعجزون عن تحملها. تشهد ولاية غاري في فصل الشتاء كوارث الرياح العاتية والعواصف الثلجية، وتعتبر زراعة العشب أفضل ضمانة لمقاومة تلك الكوارث. يمكن العشب الرعاة عند وقوع الكوارث من الحفاظ على أعلى قدر من الإنتاج، ويمكن المواشي من تخطي فترة الجوع الشديد بين الشتاء والربيع. رغم أن الولاية تزرع العشب منذ 12 عاما، لكن من يستفيد منه لا يزالون قلة. الرعاة استفادوا منه ويفتقدون للمعارف العلمية والخبرات المتعلقة بالزراعة والتربية، لكن الميزة الكامنة لزراعة العشب وتربية الماشية
كسرت حاجز تنميات تربية الحيوانات الداجنة في الولاية، ووجدت الولاية مسارا للتنمية. لا يزال هناك 3 سنوات متبقية من الخطة 5-13، ولهذا تسرع ولاية غاري بقوة وتيرة الزراعة. وأخيرا، ضرب البرسيم الحجازي المسمى ملك الأعشاب جذوره في مراعي ولاية غاري الشاهقة سقف العالم، وقد جعل تحمله للبرودة وقيمته الغذائية واستساغة المواشي له رعاة قومية التبت يسمونه بالعشب المقدس. إنما جلبته زراعة البرسيم الحجازي لأهالي الولاية ليس نوعا جديدا من العلف فحسب، بل أسلوب جديد لتربية المواشي، وتحول هائل من الرعي في المراعي الطبيعية إلى تربيتها في الحظائر. إنه مستقبل تربية المواشي في ولاية غاري.